التفجيرات انا اقول لك صارت، انا اقول لك مفاجأة بس شنو هزتنا هز هواي ضحايا شهداء اسعاف ماكو امن ماكو وفوق كل هذا الفقير واقع بيها. التوقيتات مال الانفجارات معروفة لان قربت الانتخابات، امن واستقرار بالعراق ماكو. انا قلت لك صار 11 سنة اشتغل بالسوق، ساحة الطيران مطوقة، الاجهزة الامنية المخابرات كل شيء مطوقة. منين دخلوا الانتحاريين؟ هن شغلتين يعني دخلوا من امل الانتحاريين، ان دخلوا او اكو خرق امني او سيارات الاحزاب دخلتهم وفجروا. من يتحمل المسؤوليه؟ الضباط والشرطه والامن كلها. زين شو رايك برد الحكومه؟ رد الحكومه هم اصلا ما ردوا شنو مثلا سووا ادموا عوضوا ذولا؟ شنو تقييمك للاوضاع الامنيه؟ وين اكو اوضاع امنيه؟ هي ما كامل الله وكيل. الوضع الامني في العراق، الوضع الامني بالعموم وضع مسيطر عليه، القوات الأمنية تقوم بواجباتها بصورة فعالة. الإرهاب يحاول أن يعيد نفسه ولكن جوبه بعمل كبير وجبار وقبضة حديدية وإرادة من قبل القوات الأمنية. ثأرا للشهداء قمنا به، قتل نائب الخليفة المدعو أبو ياسر العيساوي وكذلك مساعديه ومعاونيه، وأيضا قبل يومين تمكنت قيادة عمليات الأنبار من ملاحقة ومطاردة أحد عتاة المجرمين في جنوب غرب الرطبة. أحب أن أوجه إلى شعبي الكريم رسالة مهمة، وهي أنه القوات الأمنية مصرة وعازمة على تحقيق الأمن والسلام، وما ننعم به الآن من أمن وسلام بالتأكيد هو نتيجة لتضحيات الشهداء ونتيجة لتضحيات القوات الأمنية بمختلف مسمياتها. هذا الجيش وهذه القوات الأمنية وهذا الكم الهائل من الوكالات الاستخبارية والأمنية هو بمثابة سد مانع ضد الإرهاب وضد من يحاول أن يمس بأمن وسلامة البلد. هذا من جانب. من جانب آخر، لا يتصور الإرهاب بأنه ممكن أن يحقق إلى موطئ قدم أو يقوم بخرق أمني هنا وهناك، يعتقد بأنه ممكن أن يقلق الوضع الأمني. أبدا، قوات الأمنية متأهبة مصرة على ملاحقتهم وقتلهم أو تقديمهم للمحاكم.